السادسة ما شاء الله اليوم حضور الشيخ عبد الله بن سالم الله يحفظه والشيخ أبو دور ومعالي وزير عبد الله بن طوق، وحقيقة اللي نقدر نقول يوم حشد كبير يثلج الصدر، لأن احنا نمر في مرحلة يعني الاقتصاد العالمي وتداعياته وتداعيات الأزمات، ولكن ولله الحمد المؤشرات اللقاءات الصباحية كانت حقيقة تبشر بأن اقتصاد دولة الإمارات، وهذه جت في كلمة معالي الوزير عبد الله بن طوق، متماسك ينمو بالرغم الظروف والتحديات اللي تواجه المنطقة أو العالم ككل. نحن نبشر يعني المشاهدين، نبشر المجتمع الاقتصادي الاستثماري، دولة الإمارات ولله الحمد تمر في مرحلة نمو، مرحلة تعافي بعد كوفيد، وضعت الحكومة الرشيدة حقيقة روشتة إن صح التعبير لنمو مستدام، ليس على المستوى القصير ولكن على المستوى المتوسط والطويل المدى. المناخ الاستثماري المحلي والإقليمي، دولة الإمارات وإمارة الشارقة والإقليم اللي حولنا بوزيتيف، يعني ما نقول نحن الحمد لله الأموال في حركة، الأموال تنتقل إلى دولة الإمارات. ليش؟ في نظرة إيجابية للاقتصاد الإماراتي، البنية التحتية، التشريعات الناضجة. دولة الإمارات تتميز بأنها دولة مستقبلة لجميع الجنسيات في العالم، دولة مفتوحة، سياستها مرنة جدا، تغير تشريعاتها بين الحين والآخر. لدينا مميزات الحقيقة، لا يعني ما يثلجنا وما ارتحنا لليوم وشفناه، الحشد الوجود من خبراء، من أكاديميين، من مستثمرين، من اتحاد غرف، من غرف التجارة، من مستثمرين أجانب. أحداث مثل هذه نحتاجها، تعطيك بعض الأحيان نبض الشارع. نحن نمر في مرحلة الحمد لله في خير، نبتدي سنة طيبة، سنة 23 معالي تكلم نحن في مرحلة نمو، نعتقد نحن في مرحلة نمو، تشريعاتنا قوية، ونشجع مثل هذه التظاهرات الاقتصادية التجارية الاستثمارية. نبارك لدولة الإمارات حكومة وشعبا، ما تقوم فيه الإدارات المحلية. شروق اليوم نظمت صراحة حدث يرقى أن يكون حدث عالمي، المتحدث الذي أتوا به حقيقة مرموق معروف عالميا، أيضا أعطانا نبذة ما يعني استحدثني في كلمته وأتفق معاه تماما، أن المستقبل هو المستقبل التكنولوجي، الرقمنة، الانوفيشن أو ما هو يعني الابتكار، حقيقة هذا هو الآن ما مقبل عليه العالم، ما مقبل عليه الاقتصاد. عطى أمثلة كيف كنا نتحادث في السبعينات والثمانينات، اليوم نتكلم على 4G و5G و6G، السرعة. وممكن أختتم يعني حديثي مع منصتكم المرموقة وكالة الأنباء الإمارات، هي السبيد الآن أصبح لغة العالم، السرعة في الإنجاز، السرعة في تبني مبادرات حديثة تنهض بالاقتصاد. أنا أعتقد دولة الإمارات تعي تماما ماذا يعني النمو الاقتصادي، فهي مرتبطة بكلمة سبيد، السرعة في التنفيذ. ودولة الإمارات ولله الحمد لديها كادر وطني، حقيقة أنا فخور بالكادر الوطني الموجود اليوم، سواء وزارة الاقتصاد، سواء في هيئة الاستثمار أو غرف التجارة، الكادر الوطني يثبت بأنه عالمي ويطارق العالم وينافس. ألف مبروك لإمارة الشارقة. نحن طبعا يعني مجلس الإمارات المستثمرين بالخارج، نحن في وسط الحدث، الاستثمار كما ذكر اليوم هو عصب الاقتصاد، الاستثمار هو القاطرة التي تحمل معاني النمو الاقتصادي. الحمد لله نحن طبعا استثماراتنا بالخارج، نبشر شعب دولة الإمارات بخير ورصين، استثماراتنا عدت 70 دولة،
استثماراتنا نعد الآن تقرير عن الأصول، قيمة الأصول الإماراتية بالخارج، ويمكن خبر أقدر أعطيكم إياه في بداية هذا العام يتعدى 7 تريليون درهم قيمة الأصول، وعندك 2 تريليون و200 مليار درهم حجم التجارة العالمية في 2022 اللي أعلنه معالي عبد الله من طلبة الصبح. دولة الإمارات بخير وعافية ولله الحمد، الله يديم الأمن والأمان والله يديم القيادة الرشيدة، لأن حقيقة دولة الإمارات تعزف سيمفونية نمو قد نسميها الأيام الذهبية لهذا الاتحاد الرصين، هذا الاتحاد المبروك لهذه الدولة المبروكة لشعب الإمارات المبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مشاركة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في منتدى الاستثمار كراعي لهذا المنتدى، أيضا وجود منصة للغرفة للتعريف بالفرص الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة على وجه الخصوص. اليوم الغرفة طبعا تقدم من خلال القوانين والتشريعات التي تم تنفيذها في إمارة الشارقة من خلال الدعم الكامل لصاحب السمو حاكم الشارقة لإعطاء الفرص للمستثمرين لإنشاء مشاريع اقتصادية سواء في المناطق الصناعية أو في المناطق الحرة. اليوم نحن في غرفة تجارة صناعة الشارقة لدينا أكثر عن 65,000 عضو منتسب في الغرفة ما بين صناعي وتجاري ومهني، إضافة إلى وجود أكثر عن 3,000 مصنع في إمارة الشارقة. كل هذه الفرص وكل الاستثمارات من خلال منصة الغرفة والتعاون المباشر والالتقاء مع رجال الأعمال المستثمرين حول أهم الفرص التي تحتويها الشارقة والتعريف بمزايا الاستثمار. والله صراحة لله الحمد، يعني دولة الإمارات بعد أزمة كوفيد قطعت شوط كبير، يعني متوقعين نحن استثمارات كبيرة. اليوم نحن نتكلم عن مجال عقاري يحقق أرقام غير مسبوقة. اليوم المناطق الصناعية الجديدة اللي دخلت في دولة الإمارات في إمارة الشارقة أيضا مناطق جاذبة للاستثمار والتملك الحر لكل الجنسيات، فطبعا نسب أنا متوقعين نحن تكون ترتفع يوم بعد يوم. انطلقت اليوم فعاليات النسخة السادسة من منتدى الشارقة للاستثمار تحت شعار إعادة تعريف الاقتصادات نحو مستقبل اقتصادي أفضل. طبعا تتضمن جلسات المنتدى مواضيع مثل الشركات العائلية، مثل الاستدامة، مثل البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات العربية بشكل عام وإمارة الشارقة طبعا بشكل خاص. نركز على بعض القطاعات المستهدفة في إمارة الشارقة بناء على الاستراتيجية التي أطلقها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر مؤخرا مع بعض الشركاء الاستراتيجيين في إمارة الشارقة. هناك أيضا تركيز قوي على موضوع ريادة الأعمال، وتتميز حقيقة هذه النسخة بإنشاء ردهة المستثمرين التي تضم بعض الصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية والبنوك الاستثمارية في مكان واحد لتحصل هناك عملية تبادل معلومات وخبرات واستثمارات متبادلة. طبعا بالنسبة للقطاعات اليوم المستهدفة في إمارة الشارقة، فنحن نستهدف الصناعة المتقدمة، الزراعة الحديثة، التعليم، الخدمات الصحية، الخدمات اللوجستية والنقل، الصناعة المتقدمة. طبعا إمارة الشارقة معروفة بأنها الإمارة الصناعية، فاليوم نحن نتحدث عن جيل ثاني من الاستثمارات الصناعية في إمارة الشارقة وهي الصناعات التكنولوجية والصناعات المتقدمة. طبعا بالنسبة لخدمات المركز، نحن نقوم بفتح قنوات تواصل بين المستثمرين ومختلف الدوائر الحكومية أو الجهات الحكومية، نقوم بتسهيل بيئة الأعمال والإجراءات للمستثمرين. أطلقنا منذ سنتين مركز الشارقة لخدمات المستثمرين، وهو عبارة عن منصة واحدة لجميع الخدمات الحكومية يقدمها المركز للمستثمر لتسهيل كافة الإجراءات الحكومية اللي يمر فيها. هناك الحقيقة يعني تجاوب كبير من قبل المستثمرين، وهم يحسون يعني بالراحة وبسهولة الإجراءات من خلال تقديم الخدمات في المركز هذا. طبعا بالنسبة لتوقعاتنا في حجم استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة الشارقة، نعتقد أنه إن شاء الله سيزيد بنسبة تصل إلى 15%، وذلك بفضل القوانين الجديدة التي أعلنت عنها الإمارة خاصة في موضوع التملك الحر
الأجانب في العقارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم نحن شهدنا افتتاح الدورة السادسة لمنتدى الشارقة للاستثمار. هذا الحدث السنوي المهم الذي تنظمه أو الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر شروق تحت عنوان الفرص والتحديات الاقتصادية. ونحن في دائرة التسجيل العقاري نحرص على المشاركة في مثل هذه المنتديات، وكذلك مشاركتنا الحالية بمنصة للرد على استفسارات المستثمرين الأجانب فيما يتعلق في القوانين التملك للعقارات المعمول بها في إمارة الشارقة وأحدث التشريعات في هذا المجال، وكذلك للرد على الاستفسارات الخاصة بمشاريع التطوير العقاري الموجودة في الإمارة، حيث تتميز الإمارة بمجموعة من المشاريع فيها التجاري والسكني والصناعي، ونعرض من خلالها فرص الاستثمار التي ممكن الاستفادة منها. أحدث القوانين في التملك السماح في بعض المشاريع التطويرية الرائدة بتملك الأجانب بنسبة 50% في مشروع التطوير العقاري، وهذا القانون صدر حديثا بحيث يتيح الفرصة للأجانب للتملك في هذه المشاريع التطويرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية فيها. بالفعل تأثير القانون كان إيجابي وهو في طور التنفيذ حاليا، وخلال الفترة القادمة سيتم عرض البيانات الإحصائية الخاصة بالفترة التي سيتم فيها التداول. التوقعات نحن نتكلم دائما بطريقة علمية بطريقة واقعية، بحيث أن إذا استمرت نفس الظروف الحالية بنحقق نمو، حيث أن النمو عندنا مستمر قياسا بحسب الإحصائيات الصادرة من الدائرة. فإذا استمرت الظروف الاقتصادية أو كذلك السياسية العالمية يعني على نفس الوتيرة بنحقق نمو كذلك في السنة الحالية. طبعا نحن في الشارجة يعني بنقول الرقم الأول الإماراتيين، رقم اثنين الخليجيين، ثم العرب، ثم الجنسيات الأخرى. متفاوتة سنة من السنين نشوف الجنسيات، الجنسية الكويتية، سنة من السنوات شفنا السعوديين وهلم جرة. مشاركتنا هي نابعة عن واجب بنك الاستثمار. طبعا تأسس بإمارة الشارجة سنة 75، وبنك مملوك بنسبة فوق 50% لحكومة الشارجة. اليوم رعايتنا للمنتدى، وهذا منتدى جدا مهم بالنسبة لإمارة الشارجة، رعايتنا اللي هو الشريك الاستثماري للمنتدى. وطبعا بنك الاستثمار بيقوم بواجبه ودوره تجاه هذا المنتدى اللي بنحاول نستقطب فيه الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة للإمارة، ونحاول طبعا نزودهم بالمنتجات المصرفية اللازمة لا يقوموا بأعمالهم ويدعموا اقتصاد الإمارة بشكل دائم ومستمر. بالفترة هذه بنقوم بوضع خطة لأفضل الخدمات الإلكترونية اللي موجودة من أفضلها على مستوى الدول إن شاء الله. عم تأخذنا شوية وقت، ولكن هذه تحصيل حاصل إن شاء الله خلال فترة وجيز إن شاء الله. عم بنطلق مجموعة من الخدمات للأفراد، مش بس للمؤسسات، للأفراد والمؤسسات بطريقة إلكترونية بطريقة عالية جدا وراقية جدا، وخدمات فريدة من نوعها على مستوى الدول إن شاء الله. فخلال الفترة هذه عم بنقوم بإطلاق هذه الخدمات. بالوقت الحالي الخدمات اللي متوفرة عندنا موجودة في كافة بنوك الدولة، ما في شيء أقل، ولكن نطمح يكون في إن شاء الله خدمات بمستوى أعلى من ناحية خدمات ومن ناحية منتجات، وهذه كلها إن شاء الله تطلق قريبا وفي حينه إن شاء الله. المشاريع الاستثمارية يعني أقول لحضرتك
احنا اسمنا بنك الاستثمار، وتأسس على انه بنك استثمار، ومعظم مشاريعنا معظم الاقراض يتم اصلا للشركات، ومعظم الشركات اللي احنا ندعمهم وهم يدعمونا معظمها شركات وطنية ومحلية، معظمها موجودة اصلا في امارة الشارجة، ونطمح للتوسع للامارات الثانية وللمنطقة بشكل عام ان شاء الله. فنسبة يعني اقول لك فوق 90% من شغلنا هو يتم مع الشركات والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية. نعم، عندنا اليوم فروع في إمارة أبوظبي، في مدينة أبوظبي ومدينة العين، وعندنا بدبي والشارجة. اليوم عدد الفروع مش هو المقياس. اليوم نوصل للعملاء عندنا على الخدمات الإلكترونية، وهذه اللي عم نتوسع فيها. وعندنا فرع في بيروت في لبنان. فإن شاء الله هو اليوم التوسع راح يكون على التكنولوجيا الرقمية بشكل يعني هذا بشكل رئيسي، توسعنا بشكل مضطرد ورئيسي راح يكون على الخدمات الرقمية إن شاء الله. أنا يوسف خليل، اسمي يوسف خليل، أنا العضو المنتدب لشركة ميل بوكسز اتسترا أو ام بي اي غلف، وهي شركة تمثل شركة عالمية موجودة في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، مقر رئيسي في إيطاليا، عندنا أكثر من تقريبا حوالي 4000 سنتر على مستوى العالم. إحنا بنشتغل في مجال اللوجيستكس والشحن والتغليف والتسويق المنتجات، وهدفنا الرئيسي هو شريحة الشركات أو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن إحنا بنعتقد أن هذا القطاع يعني بحاجة إلى خدمة أفضل من ناحية الجودة، وبحاجة إلى شركات متخصصة في احتياجات هذا القطاع، فده تحديدا يعني اللي احنا نسويه في المنطقة. طبعا دولة الإمارات كرائدة في جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم، الشارجة الحقيقة تعتبر من الإمارات المتميزة في تسهيل الإجراءات وفي دعم المستثمرين، وخصوصا يعني لما التجربة مع الـ FDI ومع شروق، هي كل جميع التيم والليدرشيب يعني ما قصروا معنا من ناحية المقابلات، من ناحية تقديم النصايح، من ناحية إتاحة البدائل للاستثمار. أيضا الشارجة تعتبر بالنسبة لنا سوق مناسب جدا للبداية، لأن الشارجة كإمارة تتميز بعدد كبير جدا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فوجدنا أن البداية ممكن تكون الأفضل أنها تكون في الشارجة على مستوى الخليج. إحنا بنقدر نفتح في 7 دول اللي هي 6 دول الخليج بالإضافة للأردن في الوقت الحالي، لكن فضلنا نبدأ بالشارجة لأننا وجدنا هي السوق الأفضل يعني، والإجراءات كانت أفضل ما يمكن في إمارة الشارجة. احنا العام ان شاء الله بنستهدف بعد خلال شهرين بنفتح الفرع الثاني في إمارة دبي في باي سكوير في داون تاون، وايضا بنفتح في المملكة العربية السعودية وفي الاردن وفي باقي دول الخليج.